مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض لوبيا بالزيت. انا عملتها طبعا كذا فيديو بطريقه كتير شكله، هالمره رح اعملها بطريقه مختلفه. رح استخدم فيها بصل وثوم وبهارات، ملح وكمون وقرفه وفلفل اسود وبندوره عصير طماطم طازه. تمام، اول شيء رح نحط البصل ونحط معه الثوم عشان ياخذ نفس الشيء لون، لخليهم مثل ما هني دوائر. طبعا كلنا بنعرف البصل والثوم قديش مفيدين وقديش بيكسبوا جسم مناعه، فاللي ما بيحب ياكلهم طازه حلو يكترهم بالاكل ليكسب مناعه بجسمه منيح. تمام، رح اضيف شويه زيت زيتون، بدي اياها تكون انا صحيه ما فيها لا صلصه ولا شيء مفيده، بس بكل منها قد ما بدنا، لا بتزيد سعرات حراريه ولا بتعمل غصة ولا بتسترجع بالمزيء. كمان طيب الأكل الصحي ومفيد للجميع. بعد ما بلش البصل يفضل شوي والبندورة، لحط البندورة قطع كبيرة، لحط البهارات الملح اللي اتفقنا عليهم ونحركهم. بعد ما البندورة دابت شوي رح نحط طبقة اللوبيا، نحط فوقهم صوص الطماطم اللي انا عصرته الطازة، نحط هلا شوية مي وخليهم يغلوا على مهلهم. مثل ما قلنا ما رح اضيف صوص الطماطم لانه البندورة بس تتعقد ميتها رح تعطيني صوص طازة وطبيعي. تمام، رح اتركهم حوالي 45 دقيقة لحد ما يستوي. وهيك خلص طقم طبق اللوبيا، صحي وبيشهي، والصلصة تبعته طبيعية من صلصة البندورة نفسها، ما في لا طماطم ولا شيء. ويعطيكم العافية على المتابعة، وما تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب. والله معكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.